طبعا هنقسم الكوع الى سيكشن، ده سيكشن كوع سيكشن او سيكشن اوكي. تمام، كل سيكشن هو له اسم، كل هو يعتبر الجسم اوكي. طبعا نقدر بالكيري بالكيري كيف بنقول له ده الاسم انه بدا يكون شبابي بيستخدم الهيدا ايش طريقته يكون شاريا وبعدين سبشنين تبدي الاسم وبعدين بتحط كذا اتريبيوت والاتريبيوت كله بار ايش ار اوبشنال. تمام، اذا السبشنين هو اسم ايش هو السبشن. تمام، طبعا ممكن تحط اي اسم. تمام، لكن لو انت بديت اسم السكشن برقم الديجيت لازم must be closed between bars. تمام، between bars ما تستخدم شيء اللي حط اسمه ما تقدرش برقم ورا راسك. بعدين مثلا واحد يسمى ابنه مثلا 10 رقم، لو هو بيحب رقم معين 10 5 1 3 توتر بس مثلا انا شو حسمي ابنه 10 مضبوط ولا والله 5 5 ولو راح على تسجيل المواليد من حيث ما هو ابتدى يسمي انت بس لازم حوالي 5 اوكي. لكن لو ما حطيتهاش بتوين هي فيرتيكال بارز بدي لك ايرور، بقول لك الاسمر بدي لك ايرور. لكن في بعض النيمز كانت بيوز، يعني مثلا لو قلت له اللي هي بتوين بارز اللي هي دوت تكس، لانه قال لك النيم هذا بيستخدم السي كومبايلر. تمام، بيستخدم ايش السي كومبايلر. طب تقول ايش علاقه السي بالاسمبلي؟ طبعا ايش علاقه السي بالاسمبلي؟ ما سمعتش، بس بيجي مع الكتف هو سي ام ايش السي كومبايلر بيجي على فكره مع التول مع الاسمبلر. تمام، وهو ممكن يكون لينك اسمبلي بروجرامز مع بروجرامز اصلا كان اسمبلي. هو ده من حسابه من اساس انه ما تسمحش اللي هو ما تسمحش تستخدم اللي هي دوت تكست كسكشن نيم او اي سك او اي نيم ثاني هو مستخدمه اسمه او اسمه بس هذول. هو ده بيكون ريزيرف زي ريزيرف في وورك وورك. تمام، وورك يستخدمهم عشان ما يفرقش يكونوا مستخدمين اللي هو الانفايل. اوكي، وبعدين اذا انت في عندك الباسكود الكود must have لازم يكون عندك الكود لازم يكون عندك at least one is one error that يكتب. تمام؟ اوكي. ومدي لك في التيبل الثانية بعض الاتريبيوتس او الاتريبيوتس اللي بتستخدم مع مع الايريا. شوف التيبل كم قال لك. اي نعم. اوكي. وبعض الاتريبيوتس مع الايريا ممكن الله يكتب النور زي ما هنشوف يساوي تكتب سكشن تكتب this align the section on name was expression by boundary. يعني النهاري سواء كود او داتا بحطه في النوري بعنوان يبدا اثنين وسكت ماشي اثنين بيكسل عنوان بيكسل على اثنين وسكت. تمام، لو كتبت انت اللي هي السكشن كان اللي هي اثنين اوكي معناته بيحطوا بعنوان بيبدا بيسمع اجتماعات اول بيت لازم تكون الكلام بزيرو كويس. لو حطيت 2 اس 2 او 4 يعني يكون اول بيت بالادرس اللي حط فيه السكشن يبدا بيسمع الكلام على 4 هيك لازم تجيبه غير كده يعني مش حال. لو حطيت مثلا السكشن اللي هو ب 10 تمام يعني بيسمع ال 10 لازم يبدا 1 كي باوندر على عنوان بيقسم على كام؟ على 2 اس 10 على و 24. هذا بعد كده ممكن يستخدم او بعدين اللي هي من الاتيكوس اما انه كود او داتا. ايش كود يعني؟ يعني انه السكشن هذا ماشين كود وبالتالي الديفولت تبعه تريد ايش؟ لما تكتبش تريد اوني الديفولت تريد اوني. وبعدين ممكن يكون السكشن اللي هو داتا. تمام؟ الديفولت تريد داتا وبالتالي لو هو
لي لما لو ده بحطه بعد كده في الشنول بحطه الديفولت في روب حطه ايش لكن لو هو السكند از ذات اسبشن تمام لو قلت له ريدراك او ما تقولوش يعتبر ريدراك الديفولت ساعتها بيعمل تسامح ده طويل ريد اونلي اذا بدك اذا بدك مرات تكون داتا بديها ريد اونلي يكون صحيح سواء زي البايب والافوكادو والشغلات هذه تعرف تحط منطقه سكشن تخلي داتا سكشن وريد اونلي لانه ثوابت ما غير الناس صح ولا لا؟ جوجل حط فكره في الروتر حتى جوجل يكون حطها ماشي اوكي ماشي لكن ريد اونلي ممنوع اصلا ايه؟ ده شغال الثوابت اي نعم خلينا نقول بعض الثوابت اللي بتلزم اللي هو السيستم زي ممكن يكون في الحط في نفس البايوس لكن في ثوابت في الدنيا كتير بشكل اخر في نفس الكومبايلر لما تعمل كومبايليشن بحطها في الرام لكن بديها بتعلم على انها ريد اوبت عشان لو انت حاولت تغيرها عشان لما كنت تستخدم في الجافا او في السي كنت تقول له بروسه تفيد في ايش الكومبايلر تفيد بحط سم كود تستم كود بعد كده لو حاولت تعمل ابديت لها او حتى في الكومبايلر هو بيعمل كومبايلر هتعمل كومبايلر يكون معاك في الايه زي كونست بعدين انت في الكود تقدر تغير يقول لك عملت تغير كونست اوكي ماشي تمام خلينا نشوف اللي هو ايش اللي هو الكود اللي هو هذا هاي هنا مثلا قال لك اريا نظام الكود والتون تمام معناته عماله بيعرف ايش اللي هو كود ايش اسمها؟ اكزامبل والكود وايش الريدون لو ما حطش الدول يقول لك ديفولت ديفولت صحيح وبعدين بيقول قلنا بدل من ايش؟ كومنت ولا بينفع نحط الكومنت من بدايه ايش؟ السطر بس في حاله السطر بيكون ايش؟ في اول تمام اوكي ماشي هذا الكود كومبوزر كنا بننشر الكود ايش؟ تمام دي يوصل نيم ديفينيشن بقول لك بيجي مع الكي مع الار سيلر في الكي دايركت اسمه ار ان دي نيم يقدر تدي لغير يوصل نيم من عندك لو بدك بيخلي الكود يود ايه الكود مور ريدبل تمام ده ممكن اقول له مثلا نيم وار ان وبعدين رقم ايش اللي هو ريجستر تمام طبعا ما ينفعش تستخدم اللي هي اسم الاسماء المحدوده بري ديفاين شكرا يا استخدم اسم ايش جديد هذا ايش بعد اوكي والسبيشن عباره عن بارامتر تمام ممكن تروح سبلايز كام اللي هو أصلاً. ولا كانت أصلاً هي مور ذان ون نيم لنفس الريجستر نفس الـ نفس الـ الريجستر ينفع تجيله أكثر من ايش؟ اسم اوكي شوف مثلا هنا هاي بوكس ريد نيم ار ان اللي هو 8 مع الريجستر رقم 8 حسب الاوبشن 1 الريجستر نيم او نيم الريجستر رقم 9 يجيله الاسم ايه؟ اوبشن 5 الريجستر نمبر 0 يجيله الاسم ايه؟ ديستنيشن تمام؟ فهم بس يكون مور ايش؟ ريدل مش داخل من حاجات ثانية زي كذا او اعرف ان اسمبلي عشان تخفف الاشي تساعد في فهم من الكويتش كويتين سيمبل والمحتمل المهم كونستانت ممكن تدي لكونستانت تدي له اسم تمام سيمبل بنام تدي لكونستانت تسميه اسم او ريجستر دي له اسم تمام زي ديفاين في السي شو رفع السي ديفاين كيف بتجاوه ديفاين لا لو بتعمل استبدال بين النص في السي يعني ممكن تدي له سم كونستانت تدي له ايش اللي هو تمام اوكي ماشي السي خلي بالك مجرد هذا الاسم ده ما بيعملش اي شيء في الميموري تمام تدي سام كونستانت تدي له اسم لكن هل حجز له اسم ميموري؟ لا كيشن لا روتيشن مجرد ما نقول اسم شوف كيف مجرد ليبل
للأوبرات أو للكروستر تطلع الكيل على الكيل عمل وحدة الكيل تروح حاطط الاسم لكل شيء بدفع طبعا وبعدين كيل كويس وبعدين الاستيميشن في اوبشنال تايب تمام اوكي الاكسبريشن عباره عن ريلاتيف ريس ريلاتيف ادرس او بروجرام ريلاتيف ادرس زي ما هنشوف ابسولوت ادرس او قيمه او اي قيمه انتجر تكون انتجر كونستنت تمام التايب تمام اللي هنا ممكن يكون واحد من دول اما انه ار وتالي بلس توتال بيت يعني يكون او يكون هو صم مثل 16 بيت او كود اللي هو 16 على 16 بيت او كود بيت او تالي تمام اوكي شوف مثلا هنا قال مثلا كريشنا بيز ايكوال رقم تمام هل النيم هذا حيحجز ميموري؟ لا فيش لا هو قال يحجز ديش لوكيشن في النيم هذا اعتبره بيساوي ايش؟ بس شرط تمام؟ لو بقول اي بي سي ايكوال 2 ضغط الزر نيو تو اي بي سي نيو لوكيشن لا بايت ولا 2 ولا 4 ولا ايش؟ بس بدل اللي هي ما يكتب كل مره ثانيه يعني يكتب ايش؟ اي بي سي كل ما اشوف اي بي سي اسمع اسمع اشوف اي بي سي بدل ايش؟ اي بي سي عشان يعرف يعمل أسيبلي. أو ممكن تشوف هنا تقوله X Y Z equals label زائد 8 ممكن الليبل تكون أنت مسكت بالبرنامج تبعك أصلا. تمام؟ في structure بتديله الليبل معين. تمام؟ أوكي؟ ففي الحالة هذه شوف الليبل اللي قديش قيمته الأدرس هذا وارجع على 8 بس هو قيمة مين؟ X Y Z. لو قلنا اللي هي F I Q equals الكلام بيجي هنا ايش قصدنا بالكود شوف هنا بالكود شوف بالكود اتأسايز القيمة هذه لمين للإيه كود التمثيل وقصد واعتبر كمان الكلام هذا عبارة عن ايش عبارة عن ادرس وايش تبع ايش مش كود الادرس تبع ايش مش داتا كود وتحديد اي كود يعني الاستراكشن اللي حيكون بس كل شيء هو بايت 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 و بايت تمام زين انت بايت خلاص طبعا بدك انت بايت عشان مش على البرنامج اتليست ما تكون شيء بدك انت بايت بقول لك البرنامج لازم يكون فيه اتليست كم انتري وان انتري فور بروجرام اذروايز لما مش هو انتري بدي لك اللي هي ورد اللينك تمام هاي الشغله لكن لو فعلا تقول في كذا فايل كذا سورس فايل مش كل فايل لازم يكون فيه انتري لكن واحد منهم لازم يكون فيه ايش فيه انتري تمام كويس وما ينفعش يكون في فايل واحد اكثر من ايش؟ لو انت حاطط مو ده ما انت نفس الفايل بدي لك ايش السمر بدي لك ايه بدي لك اللي هو بدي لك ايش الفايل تمام شوف مثلا هنا لو قلنا اريا ار اكس نوع كود بدي اعمل ايه بدي ايش اللي بنت ما استخدمنا شوف هنا يعني بدي من الزواج لما شفت ثلاث عملت فيديو وعمل كده لكن ما كنت هفصل التفصيل قلنا بدون وصلنا للحد المطلوب يعني.